الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون والمشاهدات، لا نزال في ذكر آداب الوضوء التي علمنا إياها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر في الحلقة الماضية أدب عدم الإسراف في استخدام الماء أو غيره، لكن نتكلم على آداب الوضوء، فلا إسراف في استخدام الماء أثناء الوضوء حتى لا يدخل هذا الإنسان في دائرة الغضب من الرحمن سبحانه وتعالى. يأتي بعد ذلك من آداب الوضوء أن لا ينفض الماء إذا توضأ، هذا الماء أثر العبادة موجود في أعضائه، لا ينفض هذا الأثر الذي وجد في أعضائه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، كما أخرجه الإمام الديلمي وابن أبي حاتم، لأنه كالتبري من العبادة، لما ينفض يده من آثار الوضوء كأنه يتبرأ من هذه العبادة. وبعض العلماء كما ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع يقول أن هذا مباح، هذا النفض مباح، نعم إن احتاج إليه، كأن كان مثلا الوقت شديد البرودة، أو كان الماء مثلا شديد الحرارة ولم يجد غيره، فيحاول أن يخرج هذا الماء منه حتى لا يصاب بمرض، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. يأتي بعد ذلك من الآداب أيضا ترك التنشيف، النفض ومقابله ترك التنشيف. لماذا؟ لأنه في كلا الحالتين سواء بالنفض أو بالتنشيف يزيل أثر العبادة، وهذا الوضوء إنما هو في الحقيقة نور يجعله الله سبحانه وتعالى في وجه هذا الإنسان، وفي يدي هذا الإنسان، وفي رأس هذا الإنسان، وفي رجلي هذا الإنسان، وإنما هو على صورة الماء. جاء من حديث سيدنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود، كما رواه ابن شاهين، لأنه يمسح أثر العبادة، ولأنه صلى الله عليه وسلم بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة زوجة عليه الصلاة والسلام بمنديل فرده وجعل يقول بالماء هكذا وينفضه كما جاء في الصحيحين، وهذا يدل على جواز النفض إن كان لحاجة، لا على أن النفض مسنون. فترك التنشيف، لأن ماء الوضوء يوزن، هذا الماء يوزن عند الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الزهري وابن المسيب من التابعين، وأخرجه الإمام الترمذي. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى فقد قال: فعل التنشيف وتركه سواء، وهذا الذي نختاره ونعمل به كما جاء في شرحه على صحيح مسلم. فالأولى أن يترك الإنسان النفض إلا لحاجة، كذلك التنشيف إلا لحاجة. أيضا من آداب الوضوء ألا يتكلم أثناء الوضوء، لما روي أن رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهى من الوضوء. لماذا يا رسول الله لم ترد عليه؟ قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كما رواه أبو داود والنسائي. فالنبي لم يستحب أن يذكر الله في هذه الحالة التي هو منشغل فيها بالوضوء، ولم يكمل طهارته عليه الصلاة والسلام وهو الطاهر المطهر، وإنما أراد أن يشرع لأمته عليه الصلاة والسلام أن لا يكلم أحد ولا يذكر الله إلا في حالة الوضوء وفي حالة الطهارة. فمن الآداب ألا نتكلم مع بعضنا البعض أثناء الوضوء. ويذكر بعض العلماء أن المتوضئ تكون عليه قبة من نور، فإذا تكلم مع من بجانبه ذهبت هذه القبة التي هي حماية وحصن له من الأسواء. كذلك من الآداب التي ينبغي لنا أن نهتم بها أثناء الوضوء ألا نستعين بأحد يصب علينا الماء إلا لحاجة. إذا احتاج الإنسان إلى الاستعانة لا بأس بهذه الاستعانة، أما إذا لم يحتج فالأفضل أن لا يستعين. أما النبي صلى الله عليه وسلم استعان عليه الصلاة والسلام بالمغيرة بن شعبة ليصب الماء عليه، لأن كمي قميصه عليه الصلاة والسلام كانا ضيقين كما جاء في الصحيحين، فاحتاج أحد يصب الماء عليه. لذلك يقول العلماء الاستعانة لها أربعة أحوال: إما تكون مباحة كإحضار الماء، من قرب إليك الماء هذا مباح، هو بنيته الصالحة له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا المقرب إليه الماء حكم تقريب الماء إليه الإباحة. وقد تكون هذه الاستعانة خلاف الأولى، كمن يصب عليك الماء من غير حاجة، من صب عليك الماء من غير حاجة فهذه الاستعانة خلاف الأولى. أما الاستعانة المكروهة فهو أن يغسل أعضاءك غيرك وأنت لست في حاجة إلى هذا، يغسل وجهك، يغسل يديك، يمسح رأسك، يغسل رجليك وأنت لست في حاجة لهذا الفعل منه، في هذه الحالة تكون هذه الاستعانة مكروهة. أما الاستعانة الواجبة إذا كان الإنسان عاجزا، مثل الإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ لوحده، فهذا واجب على أوليائه على ورثته أن يوضئوه من أجل أن يصلي وأن يعبد ربه سبحانه وتعالى. المريض يحتاج العافية من الله، وكثير من المرضى لا يسلك سبيل وطريق هذه العافية التي هي بيد الله سبحانه وتعالى، سبيل هذه العافية إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. والحمد لله ربنا جل شأنه خفف عن الإنسان المريض، وقال جل في كتابه العزيز: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، ما استطاع قاعدا، يصلي مضطجعا ما استطاع مضطجعا، يصلي مستلقيا. هذا في الصلاة. كذلك في الوضوء، لم يستطع أن يتوضأ لوحده وضأه غيره ويكون وضوءه صحيحا. ما استطاع أن يستخدم الماء لا بأس بأن يتيمم. حتى إذا لم يجد ماء ولم يجد ترابا صلى صلاة فاقد الطهورين، وعليه الإعادة بعد ذلك كما ذكره الفقهاء. فهذه أحكام الاستعانة. يأتي بعد ذلك من الآداب ترك الزيادة على الثلاث، لأنه سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من زاد على هذا يعني على ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، كما رواه الإمام أحمد. وهذا يدخل في الإسراف، لأن الزيادة على ثلاث تكون في الإسراف. وهنا لابد أن ننبه أن بعض الناس يأخذ الماء من أجل أن يغسل وجهه، فيغسل وجهه المرة الأولى ولم تستوعب هذه الغسلة الوجه كاملا، فلا تحسب واحدة، يأخذ ثانية حتى إذا استوعب الوجه، هذه تحسب الآن واحدة، ثم بعد ذلك يأخذ ثانية، ثم بعد ذلك يأخذ ثالثة، وهي في الحقيقة 4 غرفات، لكن الأولى لم تستوعب الوجه فلا تحسب واحدة حتى تستوعب الوجه، وهكذا الثانية وهكذا الثالثة. أما الزيادة على غير ذلك فبعد ذلك تحسب من الإسراف والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وقد نهينا عنه. فهذه بعض الآداب النبوية التي علمنا إياها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاقه وأن يؤدبنا بآدابه، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.